نشطة ومزدحمة بالناس. هكذا تبدو الأسواق في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، بعد أن امتلأت جوانب أسواقها بالبضائع والمتسوقين استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك. بيد أن التحضيرات لاستقبال العيد هذا العام لا تشبه في ظروفها أيا من الأعياد التي عرفها سكان المحافظة قبل اندلاع الحرب في بلادهم. أتوكل على الله وأقولها كلمة الحق، الآن نحن على قدوم العيد، نحن الآن على قدوم العيد، لا رواتب والكهرباء طفي ولصي، الإضاحي ما عند الناس حق إضاحي، حتى حق الإضاحي ما عند الناس شيء. هل المكلا هكذا؟ أني ما كنا بالشكل هذا، ما كنا بالشكل هذا. والأمس واليوم ارتفاع الغاز، هل هذا في مراقبة على الغاز ولا ما في مراقبة على الغاز؟ ومن حق المواطن أن يتكلم بكل الصراحة وكل التصريح. جولة قصيرة في أرجاء هذه الأسواق ربما ستكون كافية لجعلك تدرك أن الاستعدادات للعيد هذه المرة قد أضحت عزيزة على الكثيرين. المواطن بينفجر، ايش يسوي؟ ايش يدفع كهرباء، يدفع ماء، يدفع معيشة، يدفع الأطفال ويدفع إيجار. لازم في حل، لازم الدولة تلقي حل. يعني عيد، يعني ايش الناس يسوي؟ يسحق نفسه الواحد ولا ايش؟ أسعار المعروضات واحتياجات العيد ومستلزماته لم تعد تتلاءم ومداخيل معظم الأسر، فما بالك وإن كان ذلك الدخل على محدوديته لا يزال مفقودا. زي أنا عندي شخص واحد عسكري يستلم 60,000، لحد الآن ما استلمها 60، من فين بجيب العيد لعيالي؟ أني وأمثالي أرجوكم رجال خاص أن تنظروا لهذا الشعب المسكين من ناحية الأعياد ومن ناحية الغلاء في الأسعار، في كل شيء غلاء ما نقدر نوصفه بصراحة. وفي ظل واقع معيشي واقتصادي هو الأسوأ الذي تعيشه حضرموت، المحافظة التي اتسعت رقعة الفقر بين ساكنيها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة لتصل لأكثر من 61%، يتأرجح في الأذهان سؤال حول ما إذا كان العيد لا يزال مصدراً للبهجة وبث مشاعر الفرحة والسرور كما كان الحال عليه سابقاً، أم أن دوام الحال من المحال. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.